سيادة الوزير دكتور محمد ناصر الدين علام، أولا مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا. هل أثيوبيا مالت 13.5 مليار كما قالوا اليوم، ولا إيه أسباب هذه التصريحات؟ هل على الأرض ملوا هذه الكمية فعلا ولا لا؟ لا، هو الأول الحقيقة أنا أحب الأول أطمن الزملاء والإخوة المصريين، أن حتى أنا لما طلعت اتكلمت قبل كده في عدة أماكن يعني وعدة محطات كان الكلام مبني على بيانات مصرية. يعني بمعنى أصح مصر عارفة تماما مستوى البنى في المواطن الأوسط في السد، مقدرة تماما كمية المياه المخزنة، وعلى هذا الأساس احنا بنتكلم. وقالت إن احنا عندنا 3.5 مليار جداد جمعوا في الخزان، وكان في 4 مليار بقى الإجمالي 7.5 مليار، وده كان بال يعني متقاس بالأقمار الصناعية وبدقة عالية جدا. أثيوبيا بقى بتقول ايه او ما تقولش ايه، دي قصة طويلة جدا. وانا عايز اقول لحضرتك في حاجة، أثيوبيا لم تكن تعلم ولا مصر ولا السودان بأي بيانات مائية، سواء كان أمطار او مياه مقصف النيل الأزرق في مدى التاريخ الحديث بالكامل. يعني احنا مثلا انا كنت بشرف على سد الدكتوراه كان 97، وكان بيعملوا معمول ساعتها على سد الحدود اللي هو سموه سد النهضة حاليا وتأثيره على مصر. مفيش بيانات أثيوبية بالكامل بالكامل. فأثيوبيا عمرها ما كانت متعاونة، عمرها ما كانت بتنسق مع الجيران، عمرها ما كانت بتزودنا البيانات. وكل القضية الداخلية، القضية بتاعة سد النهضة حاليا، الأزمة بتاعتها والتصريحات كلها قضية داخلية بتحاول تعير صم اتفاق يعني لبعض المواطنين، وإن أيضا أشك أنها بتحاول أنها تغذي بعض الشكوك وبعض الظنون الداخلية عندنا في بعض الدول الأخرى عشان تقدر تسبب بعض المشاكل، ولكن كلها أخبار خاطئة تماما وليس لها أي علاقة بالصحة. يعني حضرتك بتقول أنه كلامهم النهاردة للاستهلاك الداخلي فقط لا غير، استهلاك داخلي وفي نفس الوقت ايضا لخلق المشاكل عندنا. عندنا برضو بعض الناس اللي بيستمعوا لاثيوبيا اكتر من مصر، عندنا بعض الاعداء الداخليين. عندنا في قضايا احنا عارفينها كويس قوي، بعض الدول بتصدر الكلام. لكن الكلام ده كله كلام فارغ، كلام فارغ. والعالم كله يعلم ان هو كلام فارغ، لان العالم كله راصد كل نقطه ميه وراصد كل منسوب في النيل الازرق وفي السد، فمفيش يعني مجال ان حد حتى يقدر يصدقهم او يقدر يصدق هذا الكلام. سيادة الوزير بتقول ان احنا في رصد بالاقمار الصناعيه، وبالتالي هي بتقول لنا الكميات مش 13.5، هي حوالي 7.5 مليار. 7.5 مليار بالظبط كانوا موجودين لما توقف، لما هو الراجل لما هم اعلنوا توقف الملء الثاني ونجاحه كانت حوالي 7.5 مليار بالظبط. وكان الرصد ده كان رصد مصري، يعني رصدين المنسوب، بس انا مش اتكلم على يعني البيانات بالظبط المصريين يعني اللي عندهم. قالوا المنسوب الممر الاوسط كذا، ده بيوافق مخزون مائي مقداره كذا، وده معناه انه تم تخزين كذا في الملء الثاني. وديت الكلام ده كله طبعا تم رفعه للقياده السياسيه في الدوله، يعني الكلام ده يوم بالظبط اعلان انتهاء الملء الثاني. فالارقام واضحه تماما. وبعدين عندنا ايضا علماء كتير مصريين بيتابعوا الامر يعني بصفه دوريه، يعني فالامر لا يقلق تماما، بل بالعكس الحقيقه المفروض اهمال هذا الشان بشكل كبير وعدم التفات للتصريحات الاثيوبيه. طيب النهارده السودان اعلنت عن الايراد اللي جالها منخفض 2.8 مليار متر مكعب عن العام الماضي، ماذا يعني هذا الامر من النيل الازرق؟ لا، هو في حضرتك في دلوقتي هو عباره ايه سد النهضه؟ سد النهضه ده عباره عن سد غير مكتمل، عباره عن جنب ايمن وجنب ايسر، وفي ممر اوسط منخفض بتمر الميه عليه. فبيبقى في تخزين بشكل او باخر عند الجوانب. فهو ده اللي ممكن ياخر الميه شويه، ياخر الكميه، يحجز بعض الكميات، ودي كلها تنصرف مجرد مع الوقت يعني. ولكن برضه اللي عايز اقوله، لان في ناس هولوا جدا من الفيضان وقال لك ده فيضان هائل. الاقصى كميه بتيجي من النيل الازرق مرصوده يعني انا كنا حافظينها يعني حتى واحنا طلبه يعني حوالي مليار وشويه
متر مكعب في اليوم مليار يعني نعم. مش 500 مليون ولا 300 مليون نعم. فالكلام ده مرصود ولم نصل لهذا المنسوب لهذا المستوى حتى الان. فاللي بتقول السودان طبعا هي بتقارن ما بين السنوات السابقه وما بين النهارده بيقول اقل او اكثر. فالكلام ده برضو مش هيبان هل الفيضان دوت يكافئ زي السنوات السابقه ام اقل قليلا الا مع مرور الايام، لان في جزء نسبي مخزن في الجوانب اليمنى واليسرى للسد خلف الحوائط اللي هناك لغايه لما الميه تعود لمستواها الطبيعي. طب سياده الوزير، البيان السوداني انه قدامنا اللي صدر النهارده وهقرا لسيادتك وسيادتك تعلق لنا عليه، جملة إيراد النيل الأزرق لشهر يوليو 2021 حوالي 5 مليار متر مكعب مقارنة ب 7.8 مليار متر مكعب لشهر يوليو العام الماضي، أقل بين قوسين ب 2.8 مليار متر مكعب. الفقرة الثانية أو البند الثاني، جملة إيراد نهر عطبارة لشهر يوليو 2021 حوالي 4 مليار متر مكعب مقارنة ب 2.8 مليار متر مكعب لشهر يوليو 2020، أكبر ب 1.2 مليار متر مكعب. اليوم بلغ إيراد النيل الأزرق عند محطة ديم بالحدود السودانية الإثيوبية منسوب الفيضان، حيث تجاوز إيراده 600 مليون متر مكعب. بلغ إيراد نهر عطبارة عند الحدود السودانية الإثيوبية 230 مليون متر مكعب معدل تصرفات وتفاصيل أخرى. ماذا يعني هذا الكلام؟ اللي بيعني إن هم بيقولوا إن عطبرة جايب أكتر من كل سنة أو بالسنوات السابقة يعني، والنيل الأزرق جايب أقل، وده معناه وده قد يعود لأسباب كثيرة يعني مثل المطر وخلافه يعني. ولكن حقيقة السبب الرئيسي ان السد المقام في نهر عطبرة، ان السد دوت تم ايقاف محطة الكهرباء فيه فتم تفريغ جزء منه. فالسد ده هو سبب تفريغ المية بالاضافة الى التدفق الطبيعي لنهر عطبرة، هو ده اللي ادى للزيادة الملحوظة في التصرف في عند نفس التوقيت يعني. نعم يعني ده السبب الرئيسي بالنسبه لنهر عطبره. بالنسبه للنيل الازرق زي ما قلت لحضرتك، هو طبعا لازم نقارن المطر بالمطر، المطر السنه دي والمطر السنه اللي فاتت. فلو احنا حتى قلنا الامطار تقريبا متقاربه، معناها ان هنا النيل الازرق في خفض. ايه الخفض ده؟ راح فين؟ هل في مشاريع مثلا خدت الميه ديت ولا ايه؟ ما هو ده سؤال المفروض يطرح الحقيقه. لا، هو ما فيش مشاريع وما فيش مشاريع زراعيه مرصوده. اما السبب الرئيسي قد يكون اللي انا اشرت اليه، ان في جزء كبير من المياه محجوزين وراء الحائط الايمن والايسر للسد، وكل المياه ديت بتنحسر مع مرور الوقت، فنلاقي في تاخر يعني زياده ونقصان في هذه التصرفات. وقد يكون الحقيقه ايضا ان الامطار اقل من العام الماضي يعني، فالمفروض كان السودان يقدر يبرر هذه الامور من ناحيه القياسات يعني. السودان قبل قليل رحبت بمبادرة الجزائر، وزير خارجية الجزائر موجود دلوقتي مع وزير خارجية مصر سيد سامح شكري. نعم. تتوقع سيادتك المبادرة الجزائرية ربما تستند عليه طالما رحبت السودان، لو احنا لسه البيان المصري ربما يكون فيه مؤتمر صحفي بعد قليل، ايه الاساس يعني؟ طبعا الجزائر طبعا بلد شقيق. نعم. ونحن نثق فيها ثقة عمياء يعني. لكن هنشوف الاول ايه اللي عندها يعني. لان احنا لقينا ان الجزائر راحت اثيوبيا الاول، اجتمعت بالمسؤولين هناك، وبعد كده طلعت على السودان، وبعدين جت على هنا. السودان ما طلعتش تصريح واضحه حوالين هذه المبادره. لا، هو بس هو السودان يرحب بالمبادره الجزائريه لحل ازمه السد النهضه. نعم. فيعني اولا حتى الجزائر يعني ما لهاش علاقات يعني حميمه باثيوبيا يعني. لكن عموما اكيد في تحركات جهد نرحب بيه طبعا. طبعا اكيد يعني الجزائر دوله شقيقه طبعا، وهننتظر. وطبعا وزير خارجيتنا بيدرس هذا الامر مع وزير الخارجيه الاثيوبي مع القيادات السياسيه الاخرى، والكلام ده كله هيطرح، ونتمنى ان هو يكون خير. مصر طبعا مفتوحه لكل المبادرات ومفتوحه لكل الحلول السياسيه الطيبه اللي تقدر تضمن حقوق المصريه، وفي نفس الوقت تقدر تلبي احتياجات التنميه الاثيوبيه. احنا ما عندناش اي مشكله في هذا، ولكن نستنى ونشوف ايه الاخبار. وعلى فكره والاخبار دي برضه هتتوارد، هتلاقي في مبادرات كتيره جايه في الفتره القادمه ديت.
فأهم حاجة إن إحنا نتأمل هذا الأمر يعني بالفكر المناسب وبالتقييم المناسب ونستجيب بالشكل المناسب إن شاء الله. هل سيادة الوزير نقدر نتكلم على فيضان جاي لنا قد إيه دلوقتي ولا لسه؟ لا لسه بدري خالص. لسه بدري. لسببين الحقيقة. يعني أثيوبيا أولاً بيبدأ فيها فعلاً الفيضانات في يوليو. إنما في مصر بيوصل لنا أول موجة فيضان في أواخر يوليو وبداية أغسطس. يعني احنا بنعتبر العام المائي المصري بيبتدي من 1 أغسطس. فاحنا لغاية دلوقتي بنعتبر ان مفيش فيضان. يعني ليه الكلام ده؟ لان اولا بتاخد لها من مساقة الامطار في اثيوبيا لمصر حوالي شهر او من 3 لـ4 أسابيع يعني. السودان بتحس بيها بدري بعد اسبوعين يعني بعد نص يوليو بتبتدي السودان تحس بهذا الاثر بالرغم ان الامر ده اتاخر شوية عشان وجود المسد الاثيوبي يعني. العام المائي هيبدأ بكرة سيادتك بتقول من بكرة. والسياسة المائية بتاعت مصر مبنية على 1 أغسطس. يعني 1 أغسطس ده هو المؤشر الرئيسي للسياسة المائية لمصر وهي بداية العالم العام المائي المصري. ايه ممكن معلش تقول لنا يعني ايه السياسة المائية؟ تشرح لنا الجزء ده الفني. السياسة المائية هي عبارة عن هو النيل ده عبارة عن ايه بيجي يعني بيجي كمية المياه تبتدي من 1 أغسطس تبتدي تعلى ويبتدي بقى النيل يبتدي يحمر ويبتدي المايه تتلون عندنا في مصر وده اللي هي بدايات الخير بقى المايه كلها والفيضانات بيتخزن جزء موجود في السد العالي وبيستخدم جزء في القطاعات المختلفه في الدوله فعشان كده بنشوف المايه وهي ماشيه في النيل ولونها متغير انما المايه معظمها بيتخزن في السد العالي لاستخدامها خلال سنوات الجفاف. الفيضان ده بقى في مصر بيوصل من 1 اغسطس لغايه اخر سبتمبر يعني او لغايه نص اكتوبر ويبتدي بعد كده الميه الفيضان ينحسر ماشيه بقى بالايه بالمنسوب المنخفض وتبقى ميه محدوده والميه المحدوده دي معظمها بيستخدم اثناء السنه يعني لما كميه الفيضان بتبقى في هذين الشهرين او الشهرين ونص يعني. ودي تبقى سنوات الخير ودي تتملي فيها السد العالي بالكامل او حسب المتاح يعني من التخزين ونعتمد عليها في السنوات المختلفه وهي دي اللي تبقى فيها مياه تفتكر سياده الوزير الامم المتحده الاسبوع اللي فات لما طلعت تحذير انه هتحدث فيضانات في اثيوبيا وقد تهدد السد اسباب تفتكر تحليل حضرتك لهذه التصريحات كانت ايه سببها؟ والله اولا التشكيك المصري السوداني المبني على حجج علميه بعدم وجود اي دراسات تثبت السلامه الاسرائيليه للسد ان احنا مصر والسودان لم يصلهم اي تحديث للدراسات الاسرائيليه للسد بالرغم ان العلماء اللي شاركوا في تقييم هذه الدراسات قالوا انها خطر جدا ويجب تصليحها واثيوبيا تعهدت ان الكلام ده يتم تنفيذه وبتقول بالفعل انها استخدمت احد المستشارين الدوليين ويعدل التصميم فده طبعا في خوف مصري سوداني وخوف دولي لان معناها عشرات الالاف من الناس ممكن يضيعوا يعني. تاني حاجه الحقيقه الفيضانات العالميه او الدوليه في ارتباط ما بينهم وبعض يعني لما بيحصل في امطار غزيره جدا مثلا في امريكا الجنوبيه وامريكا الشماليه مع شرق اسيا مع بيبقى في مع اوروبا مع الصين والهند بالظبط يا فندم بيحصل في علاقات احصائيه بيبقى متوقع ان الفيضان لما يحصل هنا هيحصل هنا يعني ليه؟ لان الموجات الهوائيه مترابطه بشكل او باخر بحيث تلاقي اماكن في العالم مرتبطه بينا ارتباط كبير جدا وفي دراسات مصريه كثيره معموله على هذا الشان بتربط ما بين الامطار مثلا في الولايات المتحده الامريكيه او في امريكا اللاتينيه والامطار في حوض نهر النيل ما بين شرق اسيا وما بين هنا ففي فعلا علاقات احصائيه بتبين ان وقد يكون هناك في فرق في التوقيت شويه يعني بعد شهر او شهرين بيحصل فيضان الاخر لكن هنا لما يعلى هنا لما ده يعلى ايضا فده كان متوقع وبالفعل هو في الفيضانات حاصله وعاليه ولكن بتبين برضه لحضرتك الكلام اللي انت قلته على البيانات السودانيه للفيضان انها ليست بالارتفاع الكبير يعني اللي هو يخوف يعني من حدوث كوارث طبيعيه او غيره. بشكرك دكتور محمد نصر علام وزير موارد مائيه والري الاسبق شكرا جزيلا وننتظر